29/2017 راح يتم فك كاتف الجالكسي جي 2 جي 200 اتش مقفل بحساب الجوجل اكاونت. طبعا راح يتم فكه عن طريق فلاش الكومبينيشن. راح نفلش له ملف البوت من فلاش الكومبينيشن لتفعيل وضع اي دي بي، وبعدها نعمل له ريسيت اف ار بي اي دي بي. اول شيء نختار الرم الكومبينيشن، طبعا هذا الهاتف مقفل بالحساب من جوجل اكاونت. راح نعمل ريبوت تو فلاش، تحول الهاتف لوضع داونلود مود، طبعا هاي ملفات الكومبينيشن. راح نفلش فقط منها ملف البوت، تم التفليش. راح ننتظر اكتمال اقلاع الهاتف لتفعيل وضع الاي دي بي. طبعا بدأ تعريف وضع الاي دي بي. راح ننتظر اكتمال تنصيب التعريف. طبعا الهاتف معلق على الشعار لانه بسبب ملف البوت، لانه ملف البوت اللي تفلش عليه مش متوافق مع طراز الفلاش. تم تعريف وضع الاي دي بي. طبعا الهاتف معلق على اللوجو. راح ندخل لخانه انلوك ونعمل ريسيت اف ار بي. طبعا ما تعرف، لازم يتفلش الهاتف بفلاش الكومبينيشن كامل. راح اوقف التسجيل، بعد ما يكمل اقلع فلاش كومبينيشن نرجع نكمل التسجيل. طبعا الان يتم فلاش الهاتف برم الكومبينيشن الكامل. راح يتم ايقاف التسجيل وعادة التكملة بعد ما يكتمل فلاش والاقلاع عن رم الكومبينيشن. طبعا تم اكتمال التفليش والاقلاع عن روم الكومبينيشن، وتم تعريف وضع الاي دي بي. راح نضغط على خانه انلوك ونعمل ريسيت اف ار بي. تم عمل ريسيت اف ار بي بنجاح، والان عم يطلب اعادة عمل ضبط مصنع للهاتف من داخل روم الكومبينيشن. راح ننتظر اكتمال اقلاع الهاتف على روم الكومبينيشن.
طبعا تم اكتمال اقلاع روم الكومبينيشن عمل هارد ريست بعد اعاده عمل ريست اف ار بي عن طريق وضع الاي دي بي. راح نطفي الهاتف وندخل وضع الداونلود مود ونشوف الاف ار بي. طبعا كما تلاحظون الاف ار بي لوك اصبح اوف، يعني انه تمت ازالة حساب من جوجل اكاونت بنجاح. طبعا فلشنا روم كومبينيشن وعملنا ريسيت اف ار بي اي دي بي، وهلا راح نفلش بالروم الرسمي بهذا الطراز. راح نضغط على فلاش. والآن بدأت عملية فلاش الهاتف بالروم الرسمي. راح أوقف التسجيل ونرجع نكتمل بعد ما يكتمل الإقلاع على تفليش والإقلاع على الروم. تم انتهاء تفليش الروم الرسمي بنجاح. راح ننتظر اكتمال إقلاع الهاتف على الروم منشان نشوف تمت إزالة الجوجل أكاونت ولا لا. طبعا تم اكتمال اقلاع الهاتف على الروم. راح نعمل تنصيب السيت اب. طبعا تمت ازالة حساب جوجل اكونت بنجاح. كما تلاحظون اصبح يعطي اضافة الحساب. اول شيء كان عم يعطي اثبات ملكية الحساب وهلا تخطاها لانه الاف ار بي لوك اصبح اوف. اما اذا كان الاف ار بي لوك اون معناته ما تخطى الحساب لجوجل اكونت. طبعا تم فك الهاتف بنجاح J200H. تم فك حساب جوجل اكونت بنجاح للجالكسي J2 باستخدام فلاش الكومبينيشن عمل ريسيت اف ار بي اي دي بي باستخدام بوكس Z3X وبعدها فلاش الروم الرسمي. وهيك تم فك حساب جوجل اكونت بنجاح للجالكسي J2. وشكرا، نرجو منكم الدعم عمل سبسكرايب للقناة.